بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم في حلقتنا النهارده. هنعمل مع بعض كرات اللحمه بصوص المارينارا. صوص المارينارا ده عباره عن صوص من الطماطم بس واخده شويه نكهات كده مختلفه من الطعم الايطالي. طيب هنعمله بكرات اللحمه، محتاجين نعمل كفته، فاحنا محتاجين نعمل الوصفه بتاعتنا النهارده على مرحلتين، يعني نعمل الكفته لوحدها الاول، الدوود دي او كور من الكفته، بعد كده هنعمل الصلصه. ودي اكله من الاكلات الايطالي، وقلنا ان الاكلات الايطالي دايما بتتميز بالثوم وزيت الزيتون والريحان او البقدونس الجاف، كل الكلام ده بيدي طعم مميز ومسكر للصلصه بتاعتنا، مع شويه بقى من الميكس الجبن او الجبنه الموتزاريلا في طبق، في طاجن، في طبق بتاع الباستا، وندخلها الفرن او تاخد وش جرتان على السلمندر او على الشوايه او في الفرن. بس كل الحاجات دي بتدي في الاخر طعم مميز وشكل مميز قوي للاطباق الايطالي. والنهارده هنعمل مع بعض كرات اللحمه بصوص المارينارا. خلينا نبدا الاول بمكونات صوص المارينارا، وبعد كده الكفته، وبعد كده نشوف الطريقه. عندي صوص المارينارا، بصله حمراء مفروم، معلقتين كبار من الثوم المفروم، حزمه بقدونس مفروم، معلقتين كبار من الريحان الفريش المفروم، لتر من صلصه الطماطم، وقلنا الطماطم هنا هتبقى مسلوقه، نص كوبايه من الصلصه البوريه، زيت زيتون، معلقه سكر، ورقتين لورا، زعتر جاف، رشه شطه، ملح وفلفل اسود. وعندي كرات اللحمه او كفته اللحم، نص كيلو من اللحمة المفرومة، معلقتين كبار من الثوم المفروم، ربع كوباية من البقدونس المفروم، ربع كوباية جبنة بارميزان، واحنا هنا في مصر ممكن نستبدل او بنستبدل دايما البارميزان بالرومي عشان فرق السعر، نص كوباية من البقسماط المطحون الناعم، نص كوباية من الحليب، بيضة. وقلنا للوجه هنحتاج او لوش الطاجن بتاعنا هنحتاج جبنه من الجبنه الموتزاريلا، وممكن رشه زعتر. خلينا نبدا الاول بالصلصه عشان تتسبك على النار، وبعد كده نعمل الكفته. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، هعمل بقى زي ما الطليان بيعملوا كده، وابدا بزيت الزيتون بسم الله. هو ما سخنش زيت الزيتون قوي هنا، هحطه وانزل عليه على طول بالخضار بتاعي عشان فايدته ما تروحش. عندي بصله، وزيت الزيتون من الحاجات اللي ما ينفعش يتحفظ في درجه حراره عاليه، وما ينفعش يبقى في حاجه متعرضه للضوء، لان الضوء برده بيأثر على طعم زيت الزيتون او على صلاحيته وعمره. يعني حتى ده الزيت لما نحتفظ بيه في رف او في الدولاب وما يكونش فيه نور مقفول، يعني عشان كده دايما بتلاقوا شركات كتير قوي، الشركات العالميه لزيت الزيتون بتعمل العلب بتاعتها صفيح مقفوله، واحنا عندنا سيوه ما شاء الله ومطروح بيتميزوا دايما بزيت زيتون جميل جدا. حطينا البصله، ننزل بقى بالريحان وشويه البهارات كده في الاول، وادي اللورة، ممكن رشة جوز الطيب، ممكن حبهان برضو، ممكن عود روزماري، كل الحاجات دي هتديني طعم مميز قوي للصوص بتاعي. بصوا مجرد ما حطيت الريحان شامم حاجة كده محلوينة، حاجة مسكرة، وده هيبقى طعم الصلصة بتاعتنا بسبب الريحان والسكر والصلصة، هيبقى طعم الصلصة مسكر جدا. هنزل بقى ايه بالصلصة كده، وقلنا بنضيع مزازة الصلصة دي بمعلقة السكر، ملح وفلفل اسود، قلب بقى كل الكلام ده مع بعضه. بعد كده الثوم، وقلنا الثوم هنا الطليان ما بيحطهوش في الاول عشان ما يتحرقش وفايدته برضو تقل، نفس موضوع زيت الزيتون. وحتى لما بيفرموه في ساعه ما يعملوا الصلصه او المكرونه في نفس الوقت. قلبت كل الكلام ده كده مع بعضه، وقوم واخد عصير الطماطم عليه ميه، ماشي معلهوش ميه هحط له نص كوبايه من الميه، وهدي النار بقى واسيب الكلام ده كله يغلي، او استنى لما يغلي وبعد كده هدي النار واسيب بقى الصوص بتاعي ده يتسبك كده على رواقه براحته. ونروح بقى نجهز الكفته، ونحط طاسه على النار كده عشان نشوح عليها الكفته تكون سخنت على ما عملنا الكفته بتاعتنا. جينا دلوقتي عند الكفته، هفتح بقى الكبه بتاعتي. وقبل ما نعمل اي حاجه، اللبن والبقسماط، اللبن ممكن يكون غريب شويه على الكفته، بس احنا هنا هنعمل زي موضوع الفول الصويا. الفول الصويا بتنقع في ميه، بس انا هنا هنقع البقسماط بلبن. احط شويه لبن كده على البقسماط، واقوم واخد اللحمه المفرومه على الكبه عشان ما اجهدش نفسي في ان انا اقعد اعجن الكفته كتير. هنزل باللحمه المفرومه هنا كده في الكبه كلها، واقوم نازل عليها بالثوم والبقدونس والجبنه
البرمجان المبشوره بيضه، والبيضه هنا ماده ربط عشان تربط اللبن مع البقسماط. بعد كده هحط ملح وفلفل، عايز احط جوز الطيب برده شغال مفيش اي مشكله خالص، فلفل اسود بقى عشان ايه يظبط الدنيا كده. وادي الملح، الملح اللي عندي ده ناعم فانا بحط كتير، فلو الملح اللي عندكم ناعم برده هتعملوا نفس الكلام، خشن مش هنحط الكميه دي كلها. بعد كده بصوا بقى ايه، البقسماط خلاص شرب اللبن، هقوم نازل بيه على اللحمه، هنزل بالكميه كلها. ما عندوش مشكله مع الفول الصويا برده ممكن يحط بدل البقسماط واللبن فول صويا. هنقفل بقى ونشغل الكبه بتاعتنا عشان الكفته بتاعتنا تتقلب كويس، وبعد كده نشوف. خلاص كده الكفته بتاعتي اتقلبت كويس، محتاج ايه بقى؟ هاخد كور بس الاقي الكفته بتلزق او اللحم بيلزق في ايديا، فاعمل ايه؟ هجيب شويه زيت او ميه بصل، واقوم هنا جايب بقى البوله كده دهن ايدي زيت. بعد كده اول حاجه اعملها لما اكون بضرب حاجه في كبه اشيل السلاح. بعد كده هاخد بقى الخليط بتاعي. طبعا احنا ممكن نعمل الكفته دي ونجهزها كور ونشيلها في الفريزر عشان لما نيجي نعمل الوصف ما تاخدش وقت بننزل، بس بقى عشان نضيق عليها زيت الموضوع هيبقى ايه سهل عليا كتير. كده ادي كده اول كور، تاني اهو عملنا خليط الكفته. بعد كده دهنا ايدينا بزيت نقلبها كويس كده بالشكل ده. بعد كده باخد الكوره قد تانيه كده، اعملها كده عشان تبقى شكل الكوره وتسهل عليا، وبعد كده بلفها بالشكل ده واعملها. طب بنعمل كل الكلام ده بس لما نيجي نسوي الكفته بتفتح مننا، محتاجه ان انت تحطيها في الفريزر شويه او في الثلاجه شويه، او تكون اللحمه المفرومه نفسها شبه متجمده عشان الكفته بتاعتك ما تفرولش منك. هعمل بقى كل الكفته بالشكل ده كده عشان تبقى شبه كفته الرز يعني، ممكن اعملها برده صوابع، ممكن اعملها اشكال زي ما انا عايز. وبعد كده نسخن طاسه بقى تيفال كده على النار، وهتكون الصلصه اتسبكت ونكمل الوصفه بتاعتنا. خلاص كده عملنا كور الكفته بتاعتنا، حطينا الطاسه تسخن على النار، شويه زيت. لا يعني انا افضل يكون في حته ليا كده في الطاسه، لو الناس تحب طعم الضاني تدي طعم جامد جدا. شويه زيت كده على طاسه سخنه. وهنا بقى من الحاجات برضو التكات كده في الوصفه، لو انت اللحمه المفرومه بتاعتك سمينه قوي وشايفه ان كور الكفته دي هتكش لدرجه انها تعمل اشكال غريبه كده وتلاقيها مشققه، قلبي كور الكفته دي في دقيق الاول وبعد كده نزليها في الزيت. بصوا بقى الصلصه اتسبكت على ما عملنا شويه الكفته. لو احنا عندنا الكفته دي معموله في الفريزر متجهزه يعني، والصلصه معموله برده متجهزه في الفريزر، فهيدوب الصلصه تفك نحط دي على دي تاخد غلوه، خلاص الغدا كده ايه بقى جاهز. قلب بقى انا كده عشان ما تاخدش سخونيه كتير قوي، استوي براحتها. وفكره الدقيق دي جربوها هتعجبكم جدا. حتى اللحمه المفرومه انا لما باجي اعصج لحمه والاقيها سمينه قوي واحس ان اللحمه بتعمل حتت كده من كتر الدهن او من كتر السمين اللي فيها، معلقه دي واقوم مقلبها مع شويه الجوز الطيب والملح والفلفل الاسود، بتبقى طعمها خيالي قوي وبلاقيها مرمله وما بحسش ان اللحمه سمينه خالص، بحس ان هي لحمه صافيه. ليه؟ لان الدقيق بيشرب الدهون اللي نازله من اللحمه وبيخلي لي اللحمه بس، يعني بسحب كده انا الدهن اللي في اللحمه والدقيق بيرجع يتكور زي الكور بتاعه اللحمه، ما بتبانش كلها في قلب بعضها ما بيتحرقش. قلبنا بقى دول كده هنسيبهم يستوي، وادي كده خلاص صوص المارينارا بتاعنا هيبقى خلاص بقى جاهز بالشكل اللي قدامنا ده. وبرده ينفع ان انا اسلق شويه مكرونه بزيت زيتون كده اقوم مقلبهم في طاسه مع علبه تونه مع شويه جبنه رومي مع شويه جبنه موتزاريلا مع شويه جبنه شيدر، كل الحاجات دي برده بتدي طعم عالي وهتسهل عليك كتير قوي في الغداء. هسيب دول يتحمروا 10 دقايق وبعد كده نرجع نكمل مع بعض. اتحمرت كده اللحمه بتاعتنا خلاص، هي بقت بالشكل ده، وانا هنا حتى لو سويتها زياده واتحرقت مني كمان الصلصه هتطريها. نشيل بقى دي من على البوتاجاز نفصله، وادي كده
صوص المارينارا بتاعي خلاص بقى جاهز، عايز بقى ادلع الاكله بتاعتي قوي، هعمل ايه؟ ناخد شويه من الصوص عشان لو عندنا حد ما بيحبش الكلام ده وعايز ياكل مكرونه يبقى انا عندي ايه؟ جاهز. هحتفظ بدول ينفع، بس ما ينفعش اقفل الغطا غير لما الصلصه بتاعتي تبرد خالص، وده مهم جدا. نفس معامله المربى والحاجات اللي كنا بنعملها الاول دي، ان انا ما اعمل حاجه سخنه ما ينفعش لها في الثلاجه وهي لسه سخنه، وما ينفعش اغطي، لازم تبرد خالص. ادي كده صوص المارينارا بتاعي اهو، ما ينفعش اغطي ده، ولو انا عايز اعمل كميه مكرونه كتير او عايز يبقى عندي ستوك اكتر يعني، فانا ممكن اجيب علبه كمان واشيل تاني من الصوص. والصوص هنا متسبك يعني تقيل، يعني طعمه حلو جدا، محتاج منه شويه صغيرين قوي عشان اعمل طبق مكرونه كافي فرد يعني. وادي كده الصوص، قلنا بقى مثلا يعني لا قدر الله نسينا او سهينا على اللحمه ونشفت مني قوي، فمحتاج احطها على الصلصه واسيبها شويه. لو انا محتاج ان انا اطري اللحمه بتاعتي فهسيب الكور الكفته دي مع الصلصه على النار يعني 10 دقائق 5 دقائق، لقيت الصلصه ما فيهاش ميه كتير او مش طريه قوي اديها شويه ميه زي نص كوبايه كده ولا حاجه. بعد كده هجيب البايركس بعد كده هناخد بقى الحله بتاعتنا وننزل كرات اللحمه دي، وقبل ما ندخلها الفرن نسحب ورق اللورا. بعد كده قوي هزتين كده عشان الكفته بتاعتنا تتوزع. عندي بقى الجبنه الموتزاريلا، وزعها كده على الوش. سلام بقى لو شويه زعتر، سلام لو زعتر فريش برده هيبقى حلو جدا. بعد كده الفرن بتاعي لازم يكون شغال، وقلنا على درجه حراره 200 تقريبا يعني، ممكن 220 كمان، بس بدي وش جيلاتين على الوش. بسم الله الرحمن الرحيم، هندخل الفرن من 10 لربع ساعه بكتير قوي تاخد الوش بتاع الجيلاتين بتاعها، وبعد كده نقدمها مع بعض. سيبنا كده الطاجن بتاعنا في الفرن، هنفتح بقى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا بقى ايه، ابتدت تنشف الصلصه، الجبنه ساحت، والموضوع يعني بقى حاجه تفتح النفس جدا. الف هنا وشفا على اللي هيجرب ده. وهنطلع فاصل صغير، وقبل ما نطلع الفاصل هنعمل ايه بعد ما نرجع؟ هنعمل حلويات كده بالكونو بالشوكولاته السايحه، حاجه كده في منتهى الروعه، بس بعد الفاصل انتظروا. اهلا بكم مره تانية بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل مع بعض الكونو باستري بعجينه الباستري. الموضوع حاجه كده في منتهى الروعه، كل اللي محتاجينه العجينه الباستري بتاعتنا، ممكن نجيبها جاهزه عشان بتاخد مراحل طويله ومحتاجه زبده نيوزيلندي عشان تتبنط وبتاخد وقت ومجهود كبير قوي، فاحنا ممكن نجيبها جاهزه ونعمل حلو سريع كده في منتهى الجمال. محتاجين ايه عشان نزين او نقدم ونكمل الباستري كونو؟ محتاجين كريم شانتيه، شوكولاته تكون سايحه، عندي بقى فستق سوداني، جوز هند، اي حاجه من المكسرات المجروشك، وكريز. هعمل ايه في العجينه؟ هجيب العجينه بتاعتي بتكون مجمده في الاول، هسيبها تفك كده في الاول، والعجينه دي تبقى متبطنه بزبده عشان تديني زي توريقه الكرواسون كده. هشيل بقى انا كل الحاجات التقديم دي كده على جنب، وعشان اخلي العجينه بتاعتي تبقى لونها محمر كده كويس محتاج صفار بيضه وربع كوبايه من اللبن ورشه قهوه سريعه الذوبان او رشه فانيليا عشان تخلي لي المخبوزات بتاعتي او الكونو بتاعي لونه محمر كده شبه الكونو الجاهز. ادي العجينه فكه، واتاكد تماما هي مش متجمده، ان لو متجمده وجفرت الزبده هتكسر العجينه. عندي شويه دقيق صغيرين كده على الرخامه وعلى العجينه وعلى الفراده عشان ما تلزقش في العجينه بتاعتي. وبعد كده بسم الله الرحمن الرحيم هفرد العجينه وافردها واحده واحده، وقلنا ما تبقاش حتى في الثلاجه، لازم تبقى بره عشان الزبده ما تبقاش اللي جواها متجمده فتخليها لي تتقطع. هفرد كده بالطول وبالعرض، احاول افرد بالشكل المستطيل كده، احط ايديا عشان اعرف فين اللي فاتني او فين العالي فيها وافرد فيه تاني.
النقط البيضة دي لو كانت واضحة أو الصفرة دي، النقط اللي في العجينة دي كلها الزبدة اللي متبنطة جوه العجين. وطب نقطة العجين دي بيتعجن ويتساب له ساعة ساعتين جوه تلاجة، بعد كده يتساب يطلع يتفرد يتحط عليه الزبدة ويتقلب ويتغلف ويرجع يتفرد تاني يتبنط فيه زبدة، وموضوع طويل قوي. فاحنا ايه يفضل ان احنا نجيب العجينة جاهزة، لان حتى الزبدة العادية ما بتنجحش بيها العجينة دي في التوريقة بتاعتها. هفرد بقى كده كويس، ومش محتاج ان انا افرد العجينة قوي عشان ما تبقاش رقيقة قوي، انا عايزها مثلا على الاقل كده تبقى 3-4 مللي. بعد كده هجيب السلايزر بتاع البيتزا واجيب سكينة واقوم قاسم العجينة بتاعتي كده حتتين يعني عشان اسهل على نفسي، واقوم جاي هنا على الحرف هاخد الزيادة كده، بعد كده هقوم مقطعها شرايح بالطول بالشكل ده. بعد كده خلص دول ونرجع نكمل التاني. بعد كده شايفين صوابع الكون والستانلس دي موجودة عندك في النيش اكيد ملهاش استخدام، طلعيها بقى عشان ده جه وقتها. عشان اعمل عينة باستري على الستانلس هتلزق، فقبل ما اعمل ده محتاج اجيب زبدة او زيت وادهن ايديا كده وادهن كل الصوابع دي، او زبده وادهنها بيها. ليه بعمل كده؟ عشان لما اجي افك العجينه من الاستانلس ما تلزقش. ومهم جدا لو احنا لسه غسلينهم او مغسولين ما يبقاش فيهم ميه خالص عشان برضو هتلزق. بعد ما عملناهم كلهم بالزيت كده مسحه زيت خفيفه يعني، واقوم جايب الشريحه دي واقوم جاي على سن صباع الكون واقوم جاي على السن كده وبقوم لففها بالشكل ده. اول واحده بس بتحتاج ضغطه، بعد كده بقى بتمشي ايديكي معاه اهي كده. بصوا لازم تبقى الواحده راكبه على الثانيه عشان يبقوا كلهم ماسكين في بعض. واجي في اخر حته كده بقوم دايس عليها بحيث ان العجينه تمسك في بعضها. كده ادي كده قطعه. طب انا عايز الكون اطول شويه، مش عايزها كلها رفيعه، واوريكم تاني واحده زي دي وبعد كده نشوف اطول يعني. تاني مع بعض كده هاخد قطعة الاستانلس وعليها زيت واقوم حاطط السن هنا كده وادوس عليه عشان يمسك في المثلث اللي في ايدي ما يفكش، او لما اجي الف كده ما تلفش معايا على الفاضي وتفرط مني. الف كده بالشكل ده على شكل الجبل او شكل قطعة الكونو، وباجي عند الاخر واقوم دايس عليها كده او قافل عليها بايدي عشان هتمسك بالشكل ده. طيب انا عايزها اكبر من كده شويه، او عايزها تبقى بطول للكون وعايز الواحده كبيره شويه، هعمل ايه؟ هقوم جاي هنا فارد دول شويه عن كده، بقت اطول، وهم جايب الاستانلس تاني نفس الموضوع بالظبط. لازم القفله الاولانيه دي لازم تتقفل كده كويس بحيث ان هي تمسك. بعد كده بلف بكل سهولة كده هلاقيها لفت معايا. حابين بقى دي تبقى خفيفة كده ومليانة شوكولاتة ماشي، حابين القصيرة برضو زي ما انتوا حابين. خلصنا كده كل الكونو بتاعنا، هنروح بقى على الوش. عندي ربع كوباية لبن، صفار بيضة، و رشة القهوة أو رشة فانيليا. احنا عايزين رشة بس كده، وبعد كده نقلب كل الكلام ده مع بعضه. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده اجيب فرشة واخده بقى واحدة واحدة كده هنا، واقوم ماسك الحرف بتاعها هنا كده، واقوم جايب الخليط بتاعي وابتدي اغطي كل الكونو بنفس الخليط ده عشان يتحمر كويس بقى وايه؟ ويبقى شكله متحمر كده وجميل شبه وش الكرواسون. بعد ما اعمل ده اقوم رايح على صاج
وابتدي ارص في الصاج كده عشان انا هاخد الفرده في الاخر ادخله الفرن. الفرن بتاعي شغال على درجه حراره 180 واكمل بقى انا واحده واحده كده ايه كل العجينه بتاعتي وبعد كده ادخلها الفرن. دهنا كده كل العجينه بتاعتنا بالشكل ده ورصناهم في الصاج زي ما انا عامل كده بالظبط، وقلنا الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 180. هاخد بقى الصاج كده واحده واحده عشان ما تقعش مني واقوم رايح على الفرن ومدخلها بكتير قوي 5 دقايق وهلاقي كل صوابع الكونو دي اتحمرت، فهفضل بقى متابع بعناية كده لحد ما تحمر ونرجع نكمل مع بعض. بعد ما سيبنا كده العجينه في الفرن اتحمرت بالشكل ده، نفتح بقى بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كده شكل العجينه واحده واحده كده بقى عشان الاقماع ما تقعش مننا. ادي كده شكل الاقماع، هنسيبها تهدى 10 دقائق او 5 دقائق بالكثير وبعد كده نفكها من الاقماع بتاعه الكون. بردت كده العجينه بتاعتنا خلاص، هناخد بقى واحده الكون ونقوم لفين دي كده، خلاص خرجت اهي نفس الموضوع وهي لسه طازه كده. وبعد كده هنعمل ايه؟ عندي كريم شانتيه جاهز، هقوم واخد بقى الكريم شانتيه ده وماسك قطعه الكونو وحاطط الحشوه جواها بعد كده هجيب شوكولاته تكون سايحه او صوص شوكولاته تقيل وهم اقلبه كده بعد كده هاخد واحده الكونو هقوم منزلها هنا بحيث ان هي تاخد شوكولاته من كل الاتجاهات واقوم جايب المكسرات بتاعتي واقوم حاططها فيها هنا واقوم جايب واحده كريز وحاططها في النص. ادي كده شكل اول واحده اهو، وهنعمل كده تاني مع بعض. انا حطيت الكريم شانتيه اقوم نازل في الشوكولاته ومدي لفه كده، اظن دي حاجه يعني هتفرح الولاد الصغيرين جدا. تم بالشوكولاته برده شويه كده عشان ايه يبقى طعمها جميل. بعد كده هروح على المكسرات ومخبط كده كام طوابيطه تشيل، اقوم واخد واحده كريز واقوم ضاغط عليها في النص كده هتستحمل الكريم شانتيه ان هي تنزل في قلبها بالشكل ده، واكمل بقى كله لحد ما اخلص وبعد كده اشوف حاجه بقى اقدم عليها كل الكون مع بعض. خلاص كده بعد ما برد الكون بتاعنا قفلنا الحشوه من القلب كريم شانتيه، من بره صوص الشوكولاته، بعد كده المكسرات والكريز، وبكده عملنا الكونو بعجينه الباستري وعملنا كرات اللحمه بالصلصه. الموضوع بسيط ورب تكون الحلقه خفيفه عليك، واشوفك بكره في نفس الميعاد في كل يوم جديد مع محمد ابراهيم، والسلام ختام.